كتبت لأن تراثنا الشرقي كله إن لما نشوف واحد حصلت له مصيبة نقول يستاهل، صح؟ أيوة. حتى زمان وإحنا بنلعب كورة لو تفتكر وحد يتصاب نقول أكيد عمل مصيبة، صح ولا غلط؟ يعني ده يعني ده في تراثنا التفكير اليهودي كان كده. يعني أليفاز التيماني وهو رايح يعزي أيوب يقول له أليس شرك، يقول له أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون، أليس شرك كثيرا؟ لما يقول له من هلك وهو بريء يعني مين بريء وجات له مصيبة، فين إنسان مستقيم وجات له بلوى، صح ولا غلط؟ فعايز يقول له، فعشان كده قال لهم أنتم معزون متعبون. ما اتخيل لما حضرتك او انا نروح لواحد بطلون. نروح لواحد عنده ازمه او مرض ونقول له ايه البلوه اللي عملتها، انت اكيد عملت حاجه. لا ده غلط، لان الكتاب المقدس بيكلمنا كتير عن اتقياء واتقياء جدا واصيبوا بامراض. يكفي اكبر شهاده مزمور 73 مزمور 73 غرت من المتكبرين إذا رأيت سلامة الأشرار، جسمهم سمين ليسوا في تعب الناس، مع البشر لا يصابون. طب وإنت يا عم أساف؟ أنا تعبان، أما أنا فكادت تزل قدماي لولا قليل زلقت خطواتي، صح ولا غلط؟ فبنشوف أبرار. بولس كان عنده شوكة في الجسد ولا لا؟ تيمساوس كان عنده مرض ولا لا؟ فبنشوف أبرار كتير، أبرار كتير اتألموا تعبانين. ولغاية النهاردة قدامنا حضرتك تعرف ناس أتقياء جدا وعندهم أمراض ولا وعندهم أزمات ولا يا ما كتير. كمان بنشوف أشرار وما عندهمش حاجة. حضرتك في بداية البرنامج قلت السؤال سأله أيوب، والسؤال سأله إرميا، والسؤال سأله حبقوق، إني لماذا تنجح طريق الأشرار؟